وينضم إلينا مباشرة من المنامة الكاتب الصحفي أحمد الطهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة. أحمد، بداية برحب بك على شاشة إكس نيوز. ظرف استثنائي حرج، توقيت صعب، هذا هو الوصف الذي اختاره وكيل وزارة الخارجية البحرينية لوصف القمة العربية. لأي مدى برأيك انعكس هذا التوصيف على الأعمال التمهيدية من ثم على القمة ذاتها؟ صباح الخير ندى، تحياتي ليكي ولكل السادة المشاهدين مشاهدي إكسترا نيوز. كما تفضلت، يعني القمة العربية التي تنعقد في البحرين كل الأنظار تتجه إليها على أنها قمة تمس الأمن والاستقرار الإقليمي بشكل مباشر. الإجماع العربي في هذه اللحظة الإقليمية الفارقة هو أمر يعني لا فرار منه، والكل يسعى إليه. يعني ليس غنيا عن البيان أن نقول أن القضية الفلسطينية، وهي قضية العرب المركزية وقضية العرب الأولى، هذه القضية الآن باتت تمس الأمن الإقليمي بمجمله. لم يعد أحد بمعزل عن تداعيات هذا الصراع وهذه الحرب المستعرة في قطاع غزة والممارسات الإسرائيلية، لم يعد أحد بمعزل عن تبعاتها أو نتائجها. كلنا رأينا خلال الفترة من 7 أكتوبر حتى منتصف مايو الجاري كل التفاعلات الإقليمية، مست المشرق العربي، مست البحر الأحمر وأمن البحر الأحمر، ما دفعت بتداعيات أمنية خطيرة أيضا على المحيط الإقليمي في مجمله. وبالتالي الإجماع العربي في هذه المرحلة هو ضرورة. ما ينتظر من هذه القمة ربما يعكس اليوم اجتماعات وزراء الخارجية بعد انتهاء الاجتماعات الفنية على مستوى كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين في الجامعة العربية. من المؤكد أيضا أن مصر تنظر إلى هذه القمة بالكثير من الاهتمام، وهذا الاهتمام ربما من حرص مصر الأصيل على العمل العربي المشترك ودفع العمل العربي المشترك، وهو أمر تولي لمصر أهمية كبرى. البعد الآخر أيضا أن محورية الأزمة الراهنة تتحمل مصر فيها العبء الأكبر منذ اندلاعها في 7 أكتوبر، وبالتالي الإجماع العربي في هذه اللحظة ضرورة. هذه القمة وإن كانت تنعقد كقمة عادية، لكن هذه الظروف وهذا التوقيت جعلها قمة استثنائية بامتياز. الشارع العربي ينتظر ما يصدر عن هذه القمة من قرارات، الشارع العربي ينتظر ما سيصدر عن القادة العرب وبيانات الدول العربية وموقف الدول العربية ومحددات موقف كل دولة عربية من هذه الأزمة. الآن التاريخ نفسه يفرض نفسه على هذه القمة. غدا تحل ذكرى النكبة الفلسطينية، كنا نتحدث عن النكبة الفلسطينية عام 48 في 15 مايو 48 عندما أجبر 750 ألف فلسطيني أن يتركوا منازلهم، فما بالك بالنكبة التي جرت في 2024 ونحن نتحدث الآن عن ما حوالي 40 ألف شهيد، وهو ما جرى إحصائهم حتى الآن، وعشرات بل مئات الألاف تركوا منازلهم. هذه القمة يعول عليها الكثير في الشارع العربي. الاهتمام الإعلامي بالقمة حاضر منذ اللحظة الأولى، منذ وصولنا إلى العاصمة البحرينية المنامة التي أتمت استعداداتها على أكمل وجه. لعلها هي المرة الأولى التي تستضيف مملكة البحرين الشقيقة القمة العربية. ظهر الترحاب الشديد من المملكة البحرينية، تزينت شوارع البحرين بصور القادة العرب ترحيبا بهم، وننتظر ونتابع على مدار اليوم ما سيسفر عنه اجتماعات وزراء الخارجية، إذا ما تمكننا من الحصول على بعض التفاصيل لمشروع البيان الختامي المقرر أن يعتمد اليوم وزراء الخارجية تمهيدا لعرضه على القادة العرب في القمة.